أهلا بكم. بدأ وزراء حكومة الفترة الانتقالية في تسلم مهامهم رسميا من خلال التوجه إلى وزاراتهم في أعقاب أدائهم القسم أمس، وأقيمت احتفالات رمزية في معظم الوزارات اليوم إذانا ببدء حكومة الفترة الانتقالية في تسيير دولاب العمل بالوزارات. وقال وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم إن أبرز التحديات التي تواجه وزارته العمل على إقناع المجتمع بأهمية التعليم. وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه اليوم العاملين بالوزارة، حيث أقيم احتفال بمناسبة توليه مهام منصبه. واستقبل الوزير مستقبلا بشعارات الثورة التي تدعو لمجانية التعليم وتعميمه. وفي كلمته أشار إلى أن المطلوب إعطاء التعليم الأولوية في برامج الدولة. وأشار الوزير إلى التردي الكبير الذي لحق بالعملية التعليمية بالبلاد، وأكد الوزير سعيه للنهوض بالعملية التعليمية. هذه الحكومة الانتقالية تنتقل من مرحلة كان فيها التعليم مهملا إهمالا تاما إلى مرحلة يكون التعليم فيها على رأس أولويات الحكومة. عاوزين ننتقل من مرحلة كان فيها التعليم فاقد الاحترام المستحق ووضع المادي متدني لدرجة أنه جعلت المهنة مهنة طاردة، ننتقل من هذا الوضع إلى وضع يكسب فيه المعلم احترامه المستحق